السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من خلال هذا النموذج سوف نحل فرض في الفرنسية لتلاميذ سنة ثالثة ابتدائي. سنقرأ النص. تكست النص. بونجور صباح الخير. جو مابيل كاريم. اسمي كاريم. اي جي ويتون. وعمري 8 سنوات. وعمري 8 سنوات. مون بير ابي سابيل سليم. ابي اسمه سليم. ما مير امي سابيل ليلى. امي اسمها ليلى. جي ان فرير كي سابيل مالك. عندي اخي اسمه مالك. اي اي اون بيتيت سور. وعندي أختي صغيرة كي سابيل اسمها ناريمان. نحن لفامي عميروش. نحن لفامي عميروش. فهمنا النص. ننتقل إلى كاستيون الأسئلة. كي بارل دون لو تكست. من يتكلم في النص. من يتكلم في النص. نذهب إلى النص ونرى من يتكلم. بونجور جو مابيل كريم. إذن الذي يتكلم في النص كريم. إذن كي بارل دون لو تكست. هل هو سليم أم مالك أم كريم؟ إذن الذي يتكلم في النص هو كريم. السؤال الثاني. كومون سابيل لا فامي دو كريم. ما كيف نسمي عائلة كريم؟ نبحث في النص. نحن لفامي عميروش. لفامي عميروش. نكتب لفامي عميروش. موجودة في النص هنا. لا فامي عميروش. لاحظ معي. أربط. جو غولي. أربط سكي با أنسامبل. عندي بابا. ماذا قال كريم؟ أبوه ما اسمه؟ مون بير سابيل سليم. نقولو بابا نربط في سليم. أبوه سليم. بابا سليم. سليم. ها. مون بير سليم. ما مير ما اسمها ما مير؟ ما مير سابيل ليلى. ما مير ليلى. نبحث عن ليلى نربط في ليلى. ما سور ما اسمها؟ ما سور كي سابيل ناريمان. نبحث على ناريمان. ما سور ناريمان. مون فرير اخي. مون فرير كي سابيل مالك. مالك. نربط في مالك. مون فرير مالك. الآن التمرين الرابع. سؤال الرابع. remplace غير avec il و ال. il تستعمل للمذكر و ال تستعمل للمؤنث. لاحظ معي الجملة. كريم a 8 ans. كريم عمره 8 سنوات. كريم هو مذكر. إذن بماذا نستبدله؟ نستبدله ب il. سنضع مكان النقاط إيل. دائما هكذا عندما تجدون مذكر تستبدلونه بإيل. ناريمان إي بوتيت. ناريمان هي صغيرة. إذن ناريمان اسم بنت. راح نديرو إل. نغيرها بإل. الآن ننتقل إلى التمرين الخامس. لاحظ معي. كومبليت أكمل ايون اون. راح نديرو هادو في مكان النقط. ان كاميون. راح نديرو ايون. نكتب ايون. كاميون. بالون. راح نديرو اون. بالون. ان تيليفزيون. راح نديرو ايون. تيليفزيون. ان بون بون. هذه نكررها مرتين. حلوة. بون بون.
وضعناهم في المكان المناسب. ننتقل إلى التمرين السادس. كومبليت أكمل بار بوتيت غراند، صغيرة أو كبيرة. لاحظ معي إن، هل تلاحظون الدراجة صغيرة أم كبيرة؟ إنها صغيرة، إذن سنضع بوتيت، إن بوتيت موتو، هنا صغيرة، بوتيت معناها صغيرة، هنا كبيرة، الدراجة كبيرة أكبر من هذه، إذن سنضع غراند، إن غراند موتو، غراند كبيرة، دراجة كبيرة. الآن ننتقل إلى التمرين السابع. observe et complete، ألاحظ وأكمل. لاحظ معي هنا كتاب واحد، le livre، le livre كتاب واحد، وهنا مجموعة من الكتب، كتاب وكتب. إذن le livre كتاب، عندما نحولها إلى الجمع pluriel ماذا تصبح؟ les livres. le في المفرد singulier، في الجمع تصبح لي. والكتب لاحظ هنا مجموعة كتب، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، نقول كتب في الجمع، إذن livre، نزيد الأس في الأخير، livre نزيد الأس في الأخير، واللو تصبح لي. التمرين الأخير. écris une cursive، عندي هذه الجملة نكتبها كتابة متصلة. écris une cursive، عندي كريم، ك كريم، مانج، مانج، ولا نكتبوها هنا. لاحظ معي كريم مانج، كاتر كاراميل. هنا كتابة متصلة، هنا منفصلة وهنا متصلة. كان هذا نموذج فرض في الفصل الثاني أو اختبار لتلاميذ سنة ثالثة ابتدائي. لا تنسوا دعم قناتنا بجيم وتفعيل الجرس لتصلكم باقي منشوراتنا. إلى اللقاء.